كلهم هول هول شلة خالد طاهر. هيك الإطار العام بدون أسئلة والأجوبة. كان التزكية كيف؟ يعني يزكون في لبنان، يذهب المزكى عند فيصل الأكبر، يتم استضافه في مضافات في سوريا. هالمضافة في سوريا من بعد ما يتم هون التزكية يعني تدريبه يرسل إلى المبايعة لعند حسن نبعة وجني في حلب، وتحدد مهمته يروح على العراق أو يستمر منتظر بالمضافة أو يعاد إلى لبنان لمهمات في لبنان. هؤلاء جميعا لم يذهبوا إلى العراق وخضعوا للدورات الأمنية، للدورات الأمنية هذا وهذا وهذا لدى فيصل أكبر باعترافه بين شهر تشرين أو آب تشرين الأول كانون الأول يعني آب، وكلهم رجعوا إلى لبنان. هذا اعترف أنه أحمد أبو عدس كلهم دول عملوا عنده وبايعوا حسن نبع ورجعوا إلى لبنان. لما تراجع هيدا بعد مدة، هيدا فيصل أكبر عن اعترافاته، تراجع فقط أنه أحمد أبو عدس فقط ما عملش الدورة عنده، إنما الباقيين عملوا كلهم الدورة. اعترفوا أنه هو اعترف أنه، وهيدا اعترف حسن نبع الموقوف، أنه خالد طه زكى أحمد أبو عدس، بس ما اعترفوش بالدورة مثل ما اعترفوا للباقيين. بالأول اعترف كليا وكيف طلع الشام وكيف استقبلوه كل الأمور بكل التفاصيل، حتى يقول مثلا 18/1/2000 وحضر في 18/1/2005 إلى ساحة المرجى في الشام، وهذا كان نهار 3. بقوم أنا برجع الأجندة عندي بتطلع بـ 2005 بلاقي 18/1 نهار 3. من اختفى من لبنان أبو عدس؟ بـ 15 و16 ديسمبر 2005. انتبه يعني لما اجى طه ثبت كمان في التحقيق هون انه خالد طه اجى 15 و16 قعد في لبنان وغادر على في الفترة اللي كان فيها بلبنان وغادر، ومبينة حركة الدخول في الامن العام، لكن اللي فل شرعي هو خالد طه، وهذا فل بواسطة مهرب غير شرعي اسمه احمد من بلدة مجد العنجر. ما لنا ولي هذا. هذا الاطار العام لهيكلية العمل. لما في النصف الثاني من العام 2005 بدأت مداهمات في سوريا على المجموعات اللي بتشتغل بالعراق وبالهيدا، لجأوا هذا في النصف الأخير إلى لبنان. فكانت تعليمات حسن نبع لفيصل أكبر بأنه سيرسل له خالد طه، خالد طه وبلال زعرورة، هو كلهم فيهم اختصاصيين بالشرائح الإلكترونية فور ذا إكسبلوزيفز، كل واحد عنده اختصاصه وهن تلاميذ جامعة بالهيدا، بيعطيهم تعليمات انه بتخفوا مراد يلي هو كمان اختصاص التزوير واللي هو يعني كمان مسؤول عن قضية التفجيرات، مراد وخالد طه وبلال زعرورة بتخفوهم بمغيم عن الحلوة على اساس بيعرفوا عن قضية بوعدس. هذا بينفذ بيجي بالاول بيجيب بس يوصل خالد طه، خالد طه هذه وقائع ومراد وبلال زعرورة يسيروا بلبنان بيسلمهم لهاني الشنطي يلي هو مسؤول عن استئجار الشقق في لبنان واستلام حقائب الأسلحة والمتفجرات من جميل. جميل نعرف اسمه، جميل معروف رقم الهاتف تبعه في 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 حمص. أوكي. وبالتالي السلطات السورية ممكن تدلكم عليه في مواصفاته الشخصي وأين يسكن في حمص، كله موجود للعنوان. فهي بعطيك وقائع سريعة بالموضوع. هاني الشنطي ففي شقة ببيروت، منطقة في حي بيروت اسمها عين الرمانة، مفهوم كلامي بالعربي ولا اسمح لي؟ لا فاهم كويس. هدول اعترفوا عند الامن تبع قوى الامن الداخلي التابع لتيار المستقبل يلي متهم سوريا، هو اعترفوا هوني وتراجعوا عن الاعتراف عن نفس هذا الامن. انا بسال سؤال، ولما سئلوا لاحقا ليش تراجع قال تحت الضرب. سؤال، اذا كانوا اعترفوا وصادقين لازم يكونوا بالملف تبعكم، واذا كانوا اعترفوا وكاذبين لازم يكونوا بالملف تبعكم. هذا الحد الادنى، اضعف الايمان. هيدا واحد. اثنين، هدول الجماعة بيقولوا ضربونا الأمن. كل هدف الأمن الداخلي والمعلومات تبعول تيار المستقبل وحركة 14 أدار أن تثبت التهمة على سوريا. هل من المعقول أن جهازا أمنيا يريد وسوق إلى التحقيق زهير الصديق وسوق حسام وسوق جاجورة يريد أن يضرب ويعذب أناسا ينتمون إلى القاعدة ويقولوا ليعترفوا على القاعدة ويبرئوا سوريا؟ أسألك أنا منطق بس،
انه اذا قالوا تحت التعذيب من يصدق انهم ضربوا ليعترفوا على القاعده ثم تراجعوا لانه خف عنهم التعذيب؟ قال له عاقل يفهم ومجنون شو اسمه؟ مجنون يحكي. امور شكلت تشكل استفزاز للعقل الطبيعي بصرف النظر، انا عم بحكي وقائع قد تكون بالنهايه كله تكبوه في الزباله، ما عندي مشكل. عقلي بالموضوع هيدا وارى لما الاحظ انه لم يتم الادعاء عليه في جرم. طيب يا اخي الزهير الصديق او حسام حسام او غيرهم حكيوا كلمه وصدقتوهم وعطيتوهم بالسما وانت يا ميرزا ما جبتهمش على مكتبك ولا سالتهم ولا دققت ولا شيء، رميتهم دغره طوالي عند اللجنه لانه بدك توقف فيهم الضباط بدك توقف فيهم جميل السيد. هذه الامور انا اشك ان محققين اجانب مع احترامي لكفاءتهم لا يجب اغفال اهميه الرعيل المحلي اللبناني تحديدا الصادق والوفي للتحقيق. اذا مش موجود حقكم انتم تعتير، شو ما عملتوا شو ما كانت كفاءتكم انتم ما بتقدروا توصلوا للحقيقه، ما ممكن، مستحيل. انا بمضي لك على ورقه، مستحيل. طالما اللي اعلم منك بالساحه متامر على التحقيق لاسباب سياسيه، وانا لما بقول كلمه متامر ما بكون عم برمي كلام جزافا، انا عم بحكي من وقائع التحقيق مما جرى مع زهير الصديق وجرى الزمن وصولا لليوم، وصولا حتى لتظاهرهم اليوم والظروف اللي عم بيحاولوا. يا خيي انت قول بدي الحقيقه وما حدش ضدك، قول سوريا متهمه والاصوليه، وقول اسرائيل، قول جميل السيد، قول مين ما بدك، ما حدش ضدك، بس اعمل التحقيق وفقا للاصول، ثبت وفقا للاصول فيما يتعلق شو بتعرف عن الناس وشو بتعرف عن الاخبار وشو بتعرف عن الحوادث، مش عم بحكي عن الجرائم هذا الموضوع. وبالتالي انا عامل حوالي 200 بيان اعلامي مش ملمح لشخص واحد في لبنان اني اريد ابتزازه ليتراجع عن شيء ما. حتى ميرزا ولو كنت بعرف عنه اشياء لما كنت بالامن العام انا ما بجي بحكي بلمح له في الاعلام انه انا لقطك في الشغله الفلانيه تنازل في، مش اسلوبي هيدا، انا ماني ابتزازي بهالموضوع، هيداك حساب اخر. ولكن اليوم عم نحكي عن جريمه، انا عم بحكي بوضوح حتى ما هيدا، نحن عندنا اسرار في الدوله، لكن انا المدرسه في السر عن جريمه هو جريمه ايا يكن. انا لليوم مع السوري، لبكره مع السوري، لبعد بكره مع السوري، لكن بتقلي جريمة ترتكب أنا معني بالموضوع هيدا، بتجي لعندي تسألني الأسئلة، أنا ما عندي مانع بالموضوع هيدا، بس ما تجي تجيب لي شهود زور وتركبهم وتجيب لي حسام حسام لابس كيس ويقعد ويقول لي نظام بشار الأسد سيسقط خلال أسبوعين ثلاثة، اسمع النصيحة تبع الأخوة الألمان، تصور هذا الشاهد اللي جايبينه يشهد علي ويقنعني النظام السوري ولازم اتعاون بالهيدا لأنه النظام السوري سيسقط بالموضوع هيدا. يا اخي سقط او بقي طيب، بالنسبه لالي سوريا هي نفسها، سوريا هي نفسها، اذا في تورط بالجريمه فليدفع الثمن كايا كان، بس ما تجيش تحطني انا. طيب وين الضابط السوري شريكنا وزميلنا اللي حكي عنه زهير الصديق؟ وين زهير الصديق يا اخي؟ شو معنى يعني نحط نحن رهائن ونلعب هاللعبه هيدا؟ هذا الشيء اللي انا ما بقدر اتحمل، مو بمعروف. انا 58 سنه بلا مؤاخذه، شبعان مراكز، شبعان نسوان، شبعان مصاري وبالحلال ومن اصدقاء لالي ولليوم بعدهم بيرعوا عائلتي. ما عندي مشكل بالموضوع هيدا، وانا بقبل المساعده بدون بدل. لبنان نحن بالشرق بالموضوع هيدا، خلي يجي واحد يقول انه انا خلف في الامن العام تدبير صغير انا قارئ قايل انه ما بيتخالف هيدا، اذا انا خلفته بكون انا ما بسواش. مشان هيك انا بقول نحن ما طالبين شيء. عمول معروف حسوب انه انت مش جاي جديد، حسوب انا باقي صار لي 3 سنين ونص وعاملني على هالاساس وبالاحترام اللي بستحقه، وانا بقول لك الشرف تبعي ويدا عادي، كون هون كون برا كون هيدا في مجال لساعدكم، بكون عم رد اعتباري ما بكون عم بخدمك لك، لما عم بعمل هيدي مش لاربح ورا عندكم. ما بكيت لما بعدت وراي، قلت لي خصي اصطفلوا هن، لما قلت للجنه تجي يسمعوني في هيدي القضيه لحتى افيدهم وما اجوش ما بكيت، قلت يا اما متورطين ما بدهمش الحقيقه او بدهمش يسمعوا الطرف له، او انه مثل ما بيقولوا هن مثل مستهترين فيا، معليش فيش مشكله مش رح روح اترجى. بس الطير الصغير لما بتحطه بالقفص بخبط جناحه، الطير الكبير انتبه ما بيشوفش الحديد تبع القفص،
بيشوف من السجان وبالرايح. الأسود لما بتتحط بالقفص ما بتتحولش كلاب. فيك تحط كلب بيصير صديقك بعد أسبوعين، لأنه الكلب ما بيشوفش غير الحديد. الأسد بيشوف من السماء والحرية والغابة والحارس وطلوع، ما بيشوفش الحديد. مشان هيك ما بيقتلش الحديد، ما بيضربش راسه بالحديد، بيطلع أبعد من الحديد. الكلب بتجيب له كل يوم لحمة بيصير صديقك، بتطلعه بيمشي حدك. استرجي اعمل نفس الشيء مع أسد. ما تحس له شي مرة طعميه على سنتين ومد إيدك ليه وعمل له هيك إذا بتقدر. بعد في بشر بالحياة، بعد في بشر عندهم حد أدنى من المبادئ. عندي أغلاط كتير بحياة بس ما عندي جرائم، أخطاء بقبلها، والخطأ اللي ما فيني أحكي فيه ما بعملوش. إذا في خطأ أنا بدي أرتكبه وما بقدرش يوما ما أحكي فيه لمراتي لإلك لشخص معين، ما بقدرش أحكي فيه، ما بعملوش. كل شيء بستحي منه إذا كان سر أو سر بخاف منه، ما بعملوش. ما عنديش سر، أنا بتحدى، مش لأني شاطر. بالنهاية أنا رعيت مؤسسات، ما رعيت أشخاص. انتبه، ما فيش شطارة بالحياة. اسأل بس عمون معروف، احترموني. This work in a funny way, not in a funny way, but in a devious way. They will send you a positive message, and then something totally negative happens, like Dilemma goes to Syria after the tribunal, and 10 days later Walid Eido gets killed, and 6 days later UNIFIL gets bombed. And vis-a-vis my father, he was very abusive, you know, on the phone calls. You know, on several occasions, he would be sitting around with ministers or whatever. He would be saying, "Shu alhal akhush al mutarafil hal." And also the sons of Emil Lahoud were involved, and Maher al-Assad was involved in Medina.